يوم 20/6 ده كان يوم حزين جدا، يوم منيره اتقتلت، واتقتلت بشكل وحشي. هي ما اتقتلتش، هي اتذبحت. انتوا متخيلين يعني ايه؟ يعني بنت في سنها ده نازله رايحه الامتحان تتذبح في عز النهار الساعه 12 الظهر قدام كل الناس بسكينه، مفيش اي حاجه، مفيش اي حد بيدافع عنها. طيب تعالوا نشوف الاسباب ايه. السبب ان هي قالت لا، السبب ان هي ما رضيتش تحبه فقتلها، السبب انه هو يعني انا مش عارفه اقول عليه ايه غير ان هو مجرم، غير ان هو يعني مش عارفه اصنفه كايه بصراحه. ولكن فكره ان واحده النهارده تقول لواحد لا انا مش هتجوزك، لا انا مش عايزاك، لا انا ما بحبكش، تتذبح وهي رايحه الامتحان. مش قادره اقول لكم القصه دي مأثره فيا انا بشكل شخصي ازاي. مش مصدقه ان احنا عايشين في مجتمع عمل كده، مش مصدقه ان في ناس عايشه في وسطينا عاملين كده، مش قادره اتخيل يعني اهلها، مامتها، باباها، اخواتها حاسين بايه دلوقتي. احنا نفسنا اللي كنا بنشوف الحادثه اسمنا بنتفرج وبنشوف، مش قادرين نتحمل اللي حصل. موقف صعب جدا جدا جدا. بنتي نازله رايحه الامتحان، فجاه حد يكلمني يقول لي بنتك اتذبحت وبنتك انت مش هتشوفها تاني. قصه كلها على بعضها مش مفهومه، مش عارفه اقول فيها ايه صدقوني. مش عارفه اطلع اللي هو زي بقى المذيعات اللي بيطلعوا يقعدوا ينظروا وده صح وده غلط. هي حاجه ما يعني حاجة صعبة جدا 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 ان هي تتصدق. ربنا يا رب يرحمها. طبعا هي شهيدة وهو اكيد هياخد عقابه اكيد، وربنا يصبر اهلها يعني مامتها واخواتها. ويمكن احنا شفناهم في كذا موقع من المواقع وكانوا طالعين لايف بيهم، هم يعني مش مصدقين، يعني هم مش عارفين يعملوا ايه، على مش مصدقين، على مش عارفين حتى يقولوا ايه، على الوضع صعب جدا 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 يعني. ولكن ربنا يا رب يصبرهم، يصبر قلوبهم. للاشتراك زوروا موقعنا alfatv.com او اتصل على الارقام التالية. الفا، قنوات الأسرة العربية.